ياري بقيت قسمين وخرج لك وا 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 زكما وجدت حوايجي با هو قسمين باقي بغيت نمشي نحسن بعدا زكما حسن باش نحسن باقي بغيت نمشي للحمام باش نضرب واحد التحميمه غاد نشط لك حوايج كما جبتو من الخياطه سبق والو الخياطه هاد الحمام وديك الساعه الكهرباء باقي قسمين واه نغيا خصني ندركو شحال ديال الساعة؟ مشى الحال الله يلاه مشى الحال هذاك المعلوم واخ نفرة نعم الوالد نعم نعم راه كاين في الصحراء واش بغيت تبقى هكاك مع الضنا ما غاديش فين انا ما قديتش بغيتي تسافر معنا غادي الوالد ولكن الوالد راه قطعنا الكار مع 6 د العشيه شادي بس الوالد راه 4 الصباح هادي باقي الحال على الكار يا راه عرفت بلي راه قطعنا مع 6 د العشيه وعرفت بلي 4 الصباح هادي ولكن راه لقيتها هادي يلا كي نوصل المحطة يلا نجلسو يلا نشدو بلاصتنا في الكار والآفات راه تيوقعو في الطريق من هنا المحطة ما تعرفهاش يوقع ما ضلع هاديك العذاب راه عطلتينا نو ودي الله يهديك الوالد بشحال بعيدة كاع المحطة الوالد بشحال بعيدة 5 دقائق وحنا في المحطة ونوض يلا كي تلبس حوايجك بعدا نوض أنا الوالد نوجد حوايجي وأنا والعروسة وتتوجد النقافة في ساعة باقي الوالد شي 8 سوايع اللي باقي للكار ايلا الوالدة شطالة عادي مطلعة هنا مع الصباح ها الخورة كي تدور علي انا فين غادي انت يا والو غادي على الطواليت انا موجودة بنمشي للطواليت اشنو غادي على الطواليت على وقت الطواليت هادي انت تشوف وين مشى عندنا الحال الكارت هادي كل انت الطواليت ما كاين لا طواليت لا والو زي ساك فين نمشي حتى المحطة وتلقيها تما وين علاش حالي بنت كرسكا انا في الطواليت دغيا رداني نعم حليمة ويلي تعطلتو ويش حال ديال الساعة والله الا تعطلتو على الكارين تبينا نصلحنا الكارين تبينا نجلسو ويلي هي راه عرفت بلي مشى الحال مشى عندنا الحال عرفتي اش يبان لي انا ايه نجلسو في حالتنا وصافي مرة اخرى نخرجو بكري زعما صافي اش يبان نجلسو في حالنا وصافي جلسو لنا جلسو لنا يا راه ولادك ولادكم اللي عطلونا ولادك يلاه سير كاع تال 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 غدا ولا تال مرة اخرى هاد المرة بشحال بيتفيقوا بيومين